وحول ذات الموضوع ينضم إلينا هاتفيا السيد عبد الستار حتيتة المتخصص في الشأن الليبي. أستاذ عبد الستار، أرحب بك إلى هذه الجولة من الآن. انتهاكات وعدوان تركي مستمر على الداخل الليبي بشتى الطرق، أردوغان يرسل مرتزقة، يرسل مقاتلات حربية لاستهداف قوات الجيش الليبي وغيرها من الانتهاكات في محاولة منه للسيطرة على ليبيا. ما الرادع الذي قد يوقف أردوغان في المرحلة القادمة في رأيك هذا إن وجد؟ يعني أعتقد أن التعويل ينصب على الدول التي لديها مصلحة في المنطقة بعدم انتشار الإرهاب وعدم انتشار الجريمة والأسلحة والمرتزقة. هذه الدول أعتقد في رأيي أن لها الأولوية وهي ذات المصلحة في التصدي للطموحات التركية، وهذا أمر طبعا في غاية الأهمية، يختلف تماما عن تطلعات البعض إلى تدخل الدول الأجنبية كالاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها للجم سياسات أردوغان في المنطقة. أردوغان لن يرتدع إلا بصحوة من دول المنطقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوقف عند حده، وهذا أمر يعني للأسف يبدو أنه صعب تحقيقه في الوقت الحالي بالنظر إلى انشغال العالم والحكومات بفيروس كورونا، وأيضا لوجود كثير من الخلافات في الرأي بين دول هذه المنطقة في مواجهة تركيا. طيب أستاذ عبد الستار، هنا نتحدث عن شيء آخر هام، وهو في الحقيقة يعني في هذا الوضع المتأزم والذي يشهده العالم أجمع، تقريبا ثلث يعني الطيران في العالم متوقف، كل يعني أشكال الحركة والنقل متوقفة، أيضا جارات ليبيا من الجانب الغربي هم في حالة حجر صحي، ولكن بالرغم من ذلك ما زال يصل العديد من المرتزقة وبأرقام كبيرة جدا إلى الداخل الليبي. طبعا يعني لو نظرنا إلى الفكر والنهج الذي يتبعه نظام أردوغان سنجد أنه يتشابه تماما مع النهج الإخواني الإرهابي الوصولي الذي يستخدم المشاكل الإنسانية في محاولة تحقيق أغراض سياسية أو أغراض إرهابية توسعية طائفية. المشكلة أن النظام الأردوغاني هو بالأساس يعتمد على الجماعات الإرهابية، وهذه الجماعات الإرهابية يعني رأينا بعض قادتها يتحدث عن وباء كورونا باعتبار أنه فرصة لمهاجمة الخصوم وفرصة للانتقام، بل بعض القيادات وبعض من يعني يتولون الإفتاء للجماعات الإرهابية أفتوا بأنه يمكن استخدام فيروس كورونا لنشر بين الأعداء وكلام من هذا القبيل. يعني أعتقد أن أردوغان يجد فرصة مثل مصاص الدماء في العمل في مثل هذه الأجواء التي ينشغل فيها العالم والبشر والبشرية. طيب أستاذ عبد الستار، في رأيك إلى مدى سيستمر يعني أردوغان؟ إلى أي مدى سيستطيع أن يسوق لنفسه ما يقوم به الآن ويرسل مقاتلين إلى ليبيا بوعود زائفة، خاصة بعد الاعترافات التي عرضها الجيش الليبي لمرتزقته ومسلحيه في ليبيا، وهم يقولون أنهم عوملوا أسوأ معاملة في معسكرات الميليشيات المسلحة في الغرب الليبي، وأنهم لم يتلقوا الأجر المادي الذي وعدوا به، أيضا لم يحصلوا على أي من الجنسيات التي وعدهم بها، هي كلها وعود زائفة يعني جاء بهم من سوريا للقتال في ليبيا باسمها ولم يحقق أي منها. في رأيك ما مردود ذلك، وهل سيوقف ذلك تدفق المرتزقة والمسلحين من سوريا إلى ليبيا؟ هو أردوغان لن يرتدع إلا إذا ما تم اتخاذ إجراءات رادعة ضده خاصة في الداخل التركي. يعني هو يسجن حتى الآن منذ عام 2016 يسجن الآلاف من الصحفيين والسياسيين والنشطاء وأفراد من الجيش ومن الشرطة
كل خصومي تقريبا في السجون ومعظمهم، يعني انا كنت على تواصل مثلا بالامس مع احد الشخصيات المهمه المرتبطه ب منافس اردوغان في الانتخابات 2018 و2014، وهو شخصيه مهمه للغايه، ويعني يمر بظروف صعبه، ويبدو ان نظام اردوغان يسعى لقتل هؤلاء المعارضين سواء سياسيين او اعلاميين او غيرهم. انا في رايي ان اردوغان يحاول ان ينتصر على الداخل، ويحاول ان ينتصر في الاقليم بسفك مزيد من الدماء، وهذا امر لا اعتقد انه يمكن ان يستمر. المعارضه ضده في الداخل تتزايد، اقتصاده يتدهور، الدول الصديقه له اصبحت تنظر اليه بشيء بنوع كبير من الشك والريبه. عمله في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومحاولة النصب والاحتيال على الشعوب العربية أصبحت مكشوفة، رأينا الكثير من الوعي العربي ضد السياسات الأردوغانية. أعتقد أن كل هذه العناصر يمكن أن تعجل. أستاذ عبد الستار، دعني هنا أسألك ونحن نتحدث عن الداخل، يعني الكثير من القضايا والكثير من الانتهاكات التي يقوم بها أردوغان في يعني في الخارج باتت معروفة ومكشوفة للعالم أجمع، ولكن قد يغفل الكثيرين عما يحدث في الداخل. يعني كان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزجو أوزال يتحدث ويتساءل عن استخدامات أردوغان لأسطول الطيران المدني المملوك للحكومة، وما هو حجم أسطول الطيران الرئاسي الذي من حق أردوغان في الواقع استخدامه، وكما يبدو أن أردوغان يستخدم أيضا الطيران المدني في عمليات لنقل مسلحين وأيضا عمليات أمنية تخص ما يفعله في دول الجوار. نعم، هو أردوغان يعتبر متورط إلى حد كبير، يعني تقريبا الدولة الوحيدة غير الغربية أو غير الأمريكية التي لديها شركة عسكرية قطاع خاص، يعني هذا غير معتاد ولم يعرفه الجمهور إلا من خلال النشاط الأمريكي أثناء غزو العراق عن طريق شركة، مثلا شركة بلاك ووتر. توجد شركة في تركيا على هذا الغرار تقوم بتحريك العناصر القتالية الإرهابية والمرتزقة والأسلحة والطائرات وكل شيء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقادة هذه الشركة كانوا عسكريين منتمين لتيارات دينية متطرفة، وتم إقالتهم، وللأسف احتضنهم أردوغان. يعني أردوغان أخذ منهم مستشارين وأخذ منهم مقربين وقام بترقية عدد منهم وإدخاله إلى سلك الدولة وسلك الحكومة. هذا خطر شديد على الأمن في المنطقة، ويؤسفني أن أقول أن الغرب يتابع مثل هذه الأمور لكنه لا يتدخل لمنع أردوغان من استخدام الشركات العسكرية الخاصة في توسيع نشاطه أو في إدارة الجماعات الإرهابية في المنطقة، سواء في شمال سوريا، في شمال العراق، في ليبيا. نعم، في كثير من المناطق في منطقتنا يعتمد أردوغان للأسف على مثل هذه الشركات. السيد عبد الستار حتيتا المتخصص في الشأن الليبي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف.